أهل الوزيرة، سيادة المحافظ، السيدات والسادة الحضور الكرام، أتوجه بكامل الشكر والتقدير وأعرب عن مدى سعادتي وامتناني بأني شرفت بالمثول أمامكم في تلك المناسبة الرائعة التي تعد إضافة مبدعة لتاريخ طويل من علاقات قوية وحميمة بين شعبينا مصر واليونان. وكما هو معلوم للكافة بأن مصر واليونان تربطهما تلك العلاقات القوية الممتدة من أعماق التاريخ الإنساني، حيث نشأت ما قبل التاريخ ب300 عام، حيث نشأت على يد الإسكندر المقدوني وامتدت وازدهرت على يد في العصور الحديثة في عهد محمد علي. وكان هذا تطور تلاحمت الثقافة اليونانية والمصرية واقتربت الشعوب من بعضها البعض. وإذ أن أفتخر بتلك العلاقات القوية، لا أجد نفسي وإلا أنا متوجه بكامل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما بذله من مجهودات وتواصل دائم في إطار العلاقات الثنائية بين الشعبين. كما نقدم شكرنا وتقديرنا لمعالي الوزيرة نبيلة مكرم، سفيرة لكل المصريين بالخارج، على برنامج إحياء الجذور، وهذا ما ساعد على التقارب الثقافي بين الجاليتين وميزت العلاقات بينهما. وإذ كان اليونانيون يقدرون يفتخرون بالشاعر قسطنطينوس كافافيس، فنحن أيضا كجالية يونانية وأدباء مصريين نفتخر به ونعد له، يقومون له منتدى تحت اسمه تحت عنوان كافافية. ويزيد تواجد الجالية المصرية في اليونان وتواجد الجالية اليونانية في الأسكندرية من أواصر التعاون الثقافي بين الشعبين. ويلعب تواجد المركز الثقافي اليوناني في مصر والمركز الثقافي المصري في أثينا دورا مهما في نشر الثقافة البلدين والتعريف بحضارتهما وإبراز دورهما الثقافي والحضاري في منطقة حوض البحر المتوسط، ويساهم ذلك في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين عن طريق عقد الندوات والمعارض الثقافية المشتركة وتبادل الخبرات المشتركة في كافة المجالات. وما تقوم به الجالية المصرية باليونان شباب المستقبل في جهود دعم الحوار بين الشعبين عن طريق تبادل الزيارات وتفعيل وتنظيم النشاطات الثقافية والفنية والسياحية، وإمعانا وحرصا من القيادات السياسية في البلدين على صهر تلك العلاقات الثنائية لتكوين كيان واحد، فقد ذهب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد القمم واللقاءات الثنائية مع رؤساء وزراء اليونان ساماراس سيبراس ميتسوتاكي، وذلك في كافة المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهو ما أثمر عن تقارب في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية بشكل كبير. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني العلمي والثقافي الثاني للصداقة اليونانية المصرية اليوم 17 نوفمبر 2019 بمكتبة الإسكندرية، تتويجاً لجهود الجالية المصرية بالتعاون مع مجموعة جدلة ومكتبة الإسكندرية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والجالية المصرية والجالية اليونانية بالإسكندرية وجمعية العلماء اليونانيين ومنظمة اليونسكو وبلدية ثاسوس وبلدية باجيو وجامعة مقدونيا قسم التعليم العالي الاجتماعي، لهو خير دليل على رغبة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع اليوناني والمصري في توطيد العلاقات التاريخية بين الشعبين ودعمها من أجل إرساء علاقات متينة في كافة المجالات تعود بالمنفعة والخير والنماء على الشعبين الصديقين الأخوين. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في إقامة وإخراج هذا العمل الثقافي الرائع، وأخص بالشكر كيريا فوتيني تدلى كيريا كورينا سجنومي سملاو ليغو لنكاكي ليغو عربيكا نانا عربيكا كيريا إيني عربيكا. ثلاث شهور شغل دائم ليل ونهار مع الوزيرة عشان نوصل لهذا العمل. فهم ثلاث أفراد أو أربعة: كيريا فوتوني، كيريا كورينا، كيريا إيمان، كيريا مريم. أتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون دائما وأبدا في توافر معه مصلحة الشعبين الصديقين. أما وقد انتهيت من كلمتي أمامكم، لا أود أن أغادر تلك المنصة إلا بإبداء كامل الشكر والتقدير والإعجاب
وننقل شكرنا وأعجابنا وتقديرنا لمعالي الوزيرة على تواصلها معنا، إن إحنا في اليونان في السنين الأخيرة وفي عهد فخامة الرئيس وسيادة الوزيرة حسينا بتواصل شديد جدا. فشكرا لمعاليكي، شكرا لسيادة المحافظ على استضافتنا، وأشكر الجميع اليوم يتحقق معه خطوات متقدمة في العلاقات بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي، ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير. شكرا.